أكد سعادة السيد مصطفى بن خيي سفير المملكة المغربية الشقيقة لدى مملكة البحرين في تصريح خاص لمركز الأخبار أن الجالية المغربية تتقاسم مع الشعب البحريني فرحتهم واحتفالاتهم باليوبيل الفضي لذكرى مرور 25 عاما لتولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم. وأكد سعادته أن العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة المغربية تتميز بالتضامن الراسخ والدعم المتبادل إزاء كافة الملفات والقضايا. نحن في البحرين من مواطنين مغاربة وطاقم سفارة سعداء جدا بالاحتفال بعيد العرش المجيد الذي يصادف هذه السنة ذكرى 25 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه الميامي، وفرحتنا مزدوجة لأنه نعيش ونتقاسم في نفس الوقت فرحة واحتفالات الشعب البحريني الشقيق باليوبيل الفضي لتولي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله الحكم في مملكة البحرين الشقيق. هذه مناسبة باش نأكدوا على عمق العلاقات ما بين المغرب والبحرين. هذه العلاقات كيميزها تضامن راسخ واللي كيتجلى في الدعم المتبادل بين البلدين في مختلف المنتديات الإقليمية والدولية، وأكبر تجليات هذا الدعم هو موقف مملكة البحرين الشقيقة بقرار وبتوجيهات سامية من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة فيما يخص الصحراء المغربية. هو دعم ثابت ومستمر، وتوج بافتتاح قنصلية عامة لمملكة البحرين الشقيقة في مدينة العيون بالصحراء المغربية. نحن نعتز بهذا الموقف، والشعب المغربي يعتز بهذا الموقف ويسجله بحروف بارزة. والمغرب أيضا حاضر ومتواجد في كل ما يخص دعم مملكة البحرين الشقيقة فيما يخص أمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية. التعاون بصفة عامة ما بين المغرب والبحرين يتطور فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي، لا من حيث المبادلات التجارية ولا من حيث تبادل الاستثمار. أكيد أن المبادلات التجارية تطور حجمها وارتفع حجمها خلال السنوات الأخيرة بشكل منتظم. أعتقد أنه هناك في البحرين وفي المغرب هناك بيئة استثمارية جاذبة، هناك فرص تجارية متنوعة ومتعددة،